بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. لما استشهد عثمان رضي الله عنه، أنتم تعلمون أن عثمان رضي الله تعالى عنه حكم سنوات وكبر سنه، يعني وصل إلى 80، لكن لا يزال يحكم يعني. فثارت ثائرة من الخوارج على عثمان رضي الله عنه، وأرادوا أن ينزعوه من الخلافة. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال له: إن الله سيقمصك قميصا، فإذا أراد الناس أن ينزعوه عنك فلا تنزعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار لعثمان: ترى في يعني أن ستتولى ويكون هناك يعني أقوام يريدون أن ينزعوك من الخلافة، لا توافق لهم على هذا. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه في بيته معه أهله ومعه زوجته وأبناؤه ومن معهم من يعني موال ونحوه، وأراد بعض الصحابة أن يأتوا للدفاع عنه، فعلي رضي الله عنه أرسل الحسن والحسين للدفاع عنه، وأرسل بعض الصحابة أبناءهم لأجل أن يدافعون، فكان يأمر أن لا يأتي أحد للدفاع عنه، ويقول: إني لا أريد أن يسفك دم من أجلي. حتى منع الخوارج عن بيت عثمان الماء. تعلمون أن الماء في البئر، يذهب أهل البيت ويأتون بالماء، فانتهى الماء اللي في البيت وعطش أهل البيت، فكان الخوارج قد منعوا، عملوا حصار عليه حتى الماء ما يدخل. حتى أقبلت حفصة رضي الله عنها معها ماء لتدخل إلى بيت عثمان، فدفع بعضهم دابتها وقالت: أنا حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حفصة أو غيرها من زوجات عليه الصلاة والسلام، يعني إحدى زوجاته. فأبوا حتى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل إليه الماء، حتى بعد ذلك تسوروا عليه الباب الجدار ودخلوا وقتل رضي الله عنه. وكان الذي يعني قتله طعنه رضي الله تعالى عنه، وهو بهذا السن الكبير، طعنه 10 طعنات وقال: هذه لله وتسع لما في نفسي عليك. فواضح أنها ليست، لم يكن عملهم لله يعني. فالشاهد الله تعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فزوجة عثمان أخذت قميصه ووضعته في كيس اللي فيه الدم، وضعته في كيس وأرسلته إلى معاوية، قالت: يا معاوية، أنت ابن عم عثمان. ومعاوية كان أميرا على الشام من عهد عمر رضي الله عنه، ولما جاء عثمان أبقاه، يعني عثمان ما غير كثيرا بعد عمر، فأبقى الأميرة على الشام معاوية. ولذلك معاوية لبث على الشام 20 سنة خليفة أميرا، و20 سنة خليفة يعني للمسلمين جميعا، فهو حكم 40 سنة معاوية. فالشاهد أرسلته إليه وقالت: يا معاوية، خذ بثأر ابن عمك، أنت ولي الدم، أنت أقرب الناس له، فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني ليقتص فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. فمعاوية علي رضي الله عنه لما استشهد عثمان وصلوا عليه ودفن، أمر الناس بمبايعته، حتى إذا بايعتوني نقتص من قتلة عثمان. فبايعه أهل المدينة وأرسل إلى أهل مكة وكذا، وأرسل إلى أهل الشام: بايعوني. يعني كما أن لما استشهد عمر معاوية كان أميرا على الشام وبايع معاوية الخليفة اللي بعده، ثم الآن استشهد عثمان، يا معاوية بايع الخليفة اللي بعده. فقال معاوية: ما أبايعك حتى نقتص من قتلة عثمان. قال علي: طيب بايعني ثم نقتص. قال: لا، أول شيء تقتص. فرفض معاوية أن يبايع وانقسم المسلمون، وصار علي رضي الله عنه يحكم المدينة ومكة والعراق وبلاد معينة، ومعاوية رضي الله عنه يحكم الشام وما حوله. وقع بينهم مواجهات، من ضمن المواجهات
طبعا ما ليست مواجهات كثيرة ترى اللي وقع، هي كلها معركة أو معركتين بالكثير يعني. يعني ما جلسوا علي رضي الله عنه حكم 6 سنوات، ليس طوالها 6 سنوات كل يوم قتال قتال، لا، المسألة مرة مرتين رأوا ما في حل، خلاص أنت أحكم مكانك وأنا أحكم مكاني وانتهينا. علي رضي الله عنه كان من ضمن المواجهات اللي وقعت بينه وبين معاوية المواجهة في صفين. طبعا تعلم العراق والشام أصلا قريبة من بعض، فوقعت بين أنصار علي وبين أنصار معاوية هذه المواجهة التي في صفين، منطقة اسمها صفين. وهذه المواجهة كان مع علي رضي الله عنه في طرفه صحابة، يعني معه عمار، معه سهل بن حنيف، معه أبو أيوب الأنصاري مع علي، ومعاوية رضي الله عنه معه جمع من الصحابة، معه سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وسعد بن أبي وقاص من أوائل من دخل في الإسلام، حتى سعد لما كانوا في مكة وحوصر النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب 3 سنوات، تعلم أنه حوصر هو أصحابه، كان من ضمن المحاصرين سعد بن أبي وقاص، حتى يقول سعد مضيت وإحنا في الشعب يعني أخذي حاجة البول، فسمعت صوتا تحت بولي، فلما انتهيت تلمست وإذا قطعة من جلد بعير، فأخذتها وغسلتها وشويتها ودققتها وخلطتها بالماء وصرت أشربها 3 أيام من شدة الجوع. فهو سعد ليس صحابيا عاديا، سعد رضي الله عنه أفضل من كثير من الصحابة رضي الله عنه، وإن كان الصحابة يتفاضلون طبعا في الفضل كما تعلمون. فكان سعد في صف معاوية، ومحمد بن مسلمة قائد جند عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى أبي رافع بن الحقيق إلى أبي رافع وسلام بن الحقيق وغيرهم من اليهود في عصره، كان يرسل محمد بن مسلمة، وكان محمد بن مسلمة في عدد من المعارك والحارس الشخصي للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان في فرقة معاوية. وأسامة بن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه، اللي زيد بن حارثة تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة ولد أيضا وتربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسمونه حب رسول الله وابن حبه، ومع ذلك كان في فرقة معاوية. ومع معاوية أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يعني أنا أقصد طبعا، أنا لست الآن أشوف من اللي أحسن يعني اللي مع علي رضي الله عنه أو معاوية رضي الله عنه، لا 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 والله لا أفعل ذلك، لكن أنا أورد هالأسماء حتى يعرف الإخوة إن المسألة كانت شبهة عند الصحابة، إن ما هي بالمسألة هوى نفس إني أنا باجي يا علي وأقاتلك، لا. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه من خيار الصحابة، سعد بن أبي وقاص لما كثرت الفتن وضع له خيمة في الصحراء وراح وجلس فيها حتى مات رضي الله عنه، يقول أنا أبعد عن الفتن. وجاء ابنه قيس وأنكر عليه وقال تعال الناس يتقاتلون على الخلافة وأن جالس كالأعرابي في الصحراء، يقول فحصبه بالحصبة. يعني أنا أتكلم عن صحابة يعني من خيار من خلق الله تعالى واختارهم الله لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك اجتهدوا، رأى هذا أن الحق معك يا معاوية فصار معه، وهذا رأى أن الحق معك يا علي وصار معه، فلذلك أمسك لسانك عنهم. لا يبدأ الواحد يسب اللي كان مع معاوية ولا يسب اللي كانوا مع علي، أمسك لسانك. هؤلاء أقوام اجتهدوا ورأوا أن قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فجاء هؤلاء ظنوا أن الفئة هذه اللي باغية قالوا نكون معك يا فلان، والطائفة الأخرى قالوا لا بل أنتم الباغين ونكون معك يا فلان. فهم كانوا يفعلون هذا تدينا أصلا وتقربا إلى الله، ليست المسألة عندهم هوى نفس. ولذلك شوف طهارة الصحابة اللي مع هذا الفريق وطهارة الآخرين اللي مع الفريق الآخر. فبدأ القتال بينهم وصارت قصة التحكيم في الأخير ورفعت المصاحف وكذا، قصة طويلة. لكن من ضمن من استشهد وقتل هو عمار رضي الله عنه،
وكان قد قتل وكان في فرقة في قسم علي رضي الله عنه. فقوم معاوية لما أشيع عندهم أن عمار قتل بدأ بعضهم يتوقف عن القتال، وتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقالوا: يا معاوية، معناها احنا الفئة الباغية. فقال معاوية: لسنا نحن الذين قتلناه، إنما قتله من جاء به. اللي جابه المكان المعركة هو اللي قتله، مو بحنا اللي قتلناه. فنقل، فبعضهم اقتنع بهذا، فنقل الكلام لعلي رضي الله عنه، فقال علي: سبحان الله، أفنحن قتلنا حمزة؟ يشير علي إلى حكيم، أيضا تكلم بعض المؤرخين في روايات كثيرة عنه لكن ليس موضوعنا، إنما انتهت بين علي ومعاوية، خلاص انتهت، وصار علي رضي الله عنه يحكم العراق وما حولها، ومعاوية يحكم الشام وما حولها، وكل واحد كف عن الثاني. والعجيب أن في تلك الأثناء تحرك الروم لغزو الشام، لما رأوا القتال بين علي ومعاوية قالوا: هذه فرصتنا، هذا مشغول بعلي، تعالوا نهجم على الشام. فلما علم معاوية أنهم قد جمعوا له جمعا، أرسل إليهم وقال من معاوية كذا: إلى فلان كلب الروم، إنه قد بلغني جمعك، فوالله لئن لم ترجع بجندك لأصطلحن مع ابن عمي ثم نأتي غازين لك، فلا ندع في بلدك أحدا من قومك. يعني صح أنا مشغول بعلي، لكن برضو يعني أنا وياه عليك إذا صارت المسألة يعني بين الروم وبين المسلمين. فالمقصود أن المعركة انتهت، وكان من ضمن من استشهد فيها عمار رضي الله عنه. وأهل العلم طبعا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية يعني أن الحق كان مع علي، وأن المفترض أن معاوية رضي الله عنه بايع عليا ثم نتفهم مع القتل اللي قتل، نقتص من الظالمين. لكن معاوية لما قاتل عليا ما كان يرى أنك خليفة يا علي، فأنا أقاتلك أبحث عن حقي، أنا ما أقريت لك أنك خليفة إلى الآن. لكن كما تقدم أن الحق كان مع علي. انتهت الأمور وصار علي رضي الله عنه يحكم كما ذكرت العراق والمدينة ومكة وكذا، ومعاوية يحكم الشام وما حولها، ومضت 6 سنوات على هذا الحال، خلاص ما بينهم قتال، كل واحد يعني عارف يعني حدود ما يحكم، ولا يتدخل كل واحد في الثاني، ولا كل واحد كان يسعى مثلا لمثلا قتال الثاني أو التحرش مثلا بأموالهم أو نحو ذلك، حتى توفي علي رضي الله عنه، استشهد كما ذكرنا، ثم تولى بعده الحسن بن علي رضي الله عنه. فلما تولى الحسن بن علي في عام تقريبا 40 للهجرة، رأى الحسن أن يعني افتراق المسلمين على خليفتين أمر يعني لا يخدم الإسلام، فأرسل إلى معاوية قال: يا معاوية، أنا بتنازل لك عن الخلافة وتصبح أنت الخليفة على الكل وتسوس البلاد، تحكم المسلمين كلهم، بدل ما تصبح أنت تحكم فئة وأنا أحكم فئة، تعال أنت أحكم المسلمين كلهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد. ولذلك يسمون اليوم اللي من ذرية الحسن يسمون السادة، وبعضهم يقسمهم يقول الأشراف والسادة وكذا، هذا عاد موضوع آخر، لكن مدحه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن، فقال: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين طائفتين من المؤمنين ففي هذا شهادة أنك يا معاوية مؤمن، وإن كان المؤمن ممكن يجتهد ويخطئ والله تعالى يتولى حسابه، لكن ما نقول والله أنت كفرت لما فعلت كذا وكذا. وإخراج الناس من الإسلام هذا يعني
له شروطه وضوابطه وما شابه ذلك. ما هو بالمسألة الإسلام بيتك تخرج من شئت وتدخل من شئت، هذا له أصوله وله ضوابطه. فلما تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه لمعاوية أصبح بعد ذلك يعني معاوية رضي الله عنه يحكم المسلمين جميعا، وبقي الحسن رضي الله تعالى عنه جلالته وقدره. وكان معاوية يكرم الحسن غاية الإكرام، يكرمه غاية ما يكون من الإكرام، يعني لما رأى من مثل هذا التصرف الحسن. قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. بعضهم لما قرأ قوله عليه الصلاة والسلام يدعونه إلى الجنة، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، قال هذا معناه أن الفئة الثانية اللي مع معاوية معناه أنهم كفار، لأنهم يدعونه إلى النار، والصحيح أنهم ليسوا كفارا. قال بعضهم إن هذا خاص بالخوارج الذين هم جاء في حديث أنهم كلاب النار إلى آخره، وقال بعضهم كلا، بل معناه أنهم يدعوهم إلى عمل من أعمال أهل الجنة وهو الاجتماع على الخليفة، وهم يدعونه إلى التفرق، والتفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات إلى آخره، وهم يدعونه إلى عمل من أهل النار، لا يعني أنهم كفار. قال: يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. هذا فيه شرعية واستحباب الاستعاذة، استعادة المرء من الفتن. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس